السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا مجبور في الدنيا؟ النهارده رجعنا مع بعض يا جماعه بفستان خروج بصوره سهله وبسيطه قوي. الفستان هنعمله مقاس 56، اكبر مقاس موجود معانا، يعني 6 اكس لارج. اهم حاجه الله يكون تعليم الاشتراك، وهنعمل فستان على مرتين. ايوه على مرتين، هنعمله بشكل سهل وبسيط قوي. المره الاولى هنعمله مقاس افتراضي، المره الثانيه هنعمله مقاس كبير. كل اللي عليكي بس لايك تعليق اشتراك وتفعيل الجرس. يلا بينا نعمل فستان يا جماعه مع بعض، وهنبدا نعمل بقى الفستان بشكل سهل وبسيط قوي. الفستان ده فستان ينفع يبقى خروج وكمان ينفع يبقى سواريه، فاحنا هنقول عليه ان هو فستان سواريه لانه ينفع يبقى في الحالتين. الحاله الاولى لو غيرتي له القماش وبقى ساتان ساعتها هيبقى سواريه. الحاله الثانيه لو عملتيه قماش من غير لمعه ولا اي حاجه هيبقى خروج طبعا مع تعديل حرده الرقبه بتاعته. تمام، يلا بينا. اولا نحط ربع دوران الصدر معانا هنا كده 33 سنتي، اهو كده 33 سنتي، هزود بس 3 سنتي. وبعدين هبدا انزل بطول الظهر. طول الظهر معايا قد ايه بالظبط في المقاس ده يا مريم؟ طول الظهر معايا بالظبط 44 اهو، استنيني كده عايزه اجيبها على المسطره احسن. تمام، وهبعد بس كل حاجه كده، وهبدا بعد كده ان انا ازود 14 سنتي بحيث ان المسطره اللي موجوده معايا دي 30، فاحنا هنزود كام عليها؟ 14 سنتي عشان تبقى 44 بشكل سهل وبسيط قوي. هبدا احط بقى هنا دوران المربع بتاعي واقفله كده. انا عملت يا جماعه مستطيل عرضه 33 سنتي طوله 44 سنتي. تمام، هنبدا نيجي من عند حرده الرقبه هنشتغل اجزاء اجزاء. الجزئيه الاولى دي هي اللي احنا هنشتغل بيها الاول، وهنبدا نحط حرده الرقبه بتاعتي هنا. حرده الرقبه بتاعتي 9.5، وهنيجي من هنا 9.5، وهنيجي بعد كده نحط هنا 9.5 بردك، وبعدين هنعمل كده حردة الرقبة الأمامية، وبعدين نيجي هنا وننزل 1 سنتي وواحد ونص سنتي ونعمل حردة الرقبة الخلفية، وبعد كده هنيجي من عند الخط ده ونبدأ ننزل 3 سنتي خط بدون مقاس. بعد كده نعمله على 3 سنتي ميلان الكتف ده كده خط بدون مقاس، وبعدين نبدأ نجيب كده ونرفع ونبدأ نحط طول الكتف معايا. طول الكتف معايا 14.9، 14.9، ايه هنحط ال 14.9 من هنا، وهنا الزيرو بتاعي، وهبدا اطول كده اهو. بعدين هبدا اجي كده شويه، تعالي بس كده اهو كده اهو. تمام، هبدا اجي كده شويه بسيطه قوي، وهبدا اقسم الطول ده. استني من هنا طب واضحه اكتر. هبدا اقسم الطول ده اهو، بصي استنيني، من اول حرده الرقبه لحد 22 سنتي او يا ستي يبقى 22. تمام، وهنيجي من هنا كده ونحط دوران الصدر في مكانه الطبيعي 22 كده او كده، وبعدين هبدا انزل من الكتف على دوران الصدر كده، وهبدا ارتفع 6 سنتي بالشكل ده. المقاس ده مقاس قد ايه مريم؟ مقاس 6 اكس لارج، ربع دوران مقاس 6 اكس لارج. استني انا بعمل ايه، انا عايز خط كده كده اهي بس كده. تمام، هطلع هنا خط 1.5، وبعدين هبدا اوصل كده بالشكل ده، وبعدين هبدا اعمل حردة الجيرو بتاعتي. هتبقى كبيره شويه المره دي اهي، للجيرو الخلفيه. تمام، طيب بعد كده هنبدا بقى ان احنا نيجي نبعد شويه الكاميرا كمان شويه اهو، وهبدا اجي من عند الخط ده بتاع دوران الوسط ونحط عليه دوران الوسط بتاعنا اللي هو 28 سنتي. ادي رقم 28 اهو، هحطه كده، وهنبدا نوصل كده دوران الوسط بدوران الجيرو بحردة الوسط بدوران الوسط ما بدوران الصدر بكل حاجه. طبعا المقاس كبير، مقاس كبير اهو زي ما انتم شايفين اهو. تمام، طيب الفستان بعد كده هنعمل فيه ايه؟ هنبدا نعمل في الفستان حاجه بسيطه. هنيجي من عند حردة الرقبة بتاعتنا ونعمل فيها تعديل حردة الرقبة الأمامية. هجيب كده المنديل بتاعي كده أمسح حردة الرقبة الأمامية
وهعمل فيها تعديل وهنزل 1 سنتي وهبدأ أعمل حردة 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 وأروح نازلة بسبعة بسيطة من هنا. تمام؟ طيب الخلفية هتفضل زي ما هي ماشي كده. يبقى أنا زودت هنا 1 سنتي حردة الرقبة الأمامية، وبالنسبة للخلفية هتفضل زي ما هي وكل حاجة زي ما هي. هنيجي بقى عند دوران الوسط تاني، نرجع تاني لدوران الوسط. تعالي كده اهو دوران الوسط. هبدأ بقى اجيب دوران الوسط من هنا وهبدأ اقسمه على نصين. دوران الوسط معايا 28، يعني هيبقى 14 سنتي بالظبط، النص بتاعه اهو كده. تمام. وبعدين هبدأ ارتفع هنا من هنا كده 10 سنتي طول البنسة بتاعي، وبعدين هاجي من هنا 1 سنتي يمين 1 سنتي يسار، وبعدين هوصل كده اضلاع البنسة بتاعتي ببعضها كده. البنسة هنعملها طبيعية خالص من غير ما نعمل فيها تكتيم، بحيث ان هي لما اجي اقفلها من هنا تعمل لي الدوران بتاع الصدر الموجود من هنا. تمام كده. هتعمل لي الدوران ده لما اجي اقفل دي من هنا، هتروح دي طلعالي كده دوران الصدر من هنا، وده اللي انا عايزاه بالنسبة للفستان بتاعي ده. طيب بعد كده بقى هنعمل حاجة تانية يا مريم؟ لا، هنعمل بعد كده الجيبة بتاعتنا. بالنسبة لموضوع المقاس الافتراضي مش هنعمله في التفصيلة دي المرة دي، هوريكي بس الشكل بتاع البطرون نفسه وهكتب لك البيانات. نكتب الاول البيانات وبعدين نبدأ نعمل الجيبة. اولا عندنا طول الكتف قلنا عندنا بالظبط 14.9، بعدين حردة الرقبة معايا نزلت 10.5 عشان زودت 1 سنتي، وهنا 1.5 وهنا 9.5 عرض سنتي سنتي. تمام. طول بنعمل سهم كده طول، انا هكتبها طبعا كده 44، هنا طول 6 سنتي. بعد كده عندنا دوران صدر، صدر بس هكتب صدر معايا 33، عرض المستطيل بتاعي كان 33 وطوله 44. تمام كده. هنا البنسة بتاعتي 2 سنتي. هنا دوران الوسط معايا بالظبط، هنكتب وسط. الوسط معايا بالظبط هيكون 28 سنتي. تمام كده يا جماعة. كده لحد الآن مفيش أي حاجة خالص صعبة وكل حاجة بقت بسيطة معانا، ناقص بس الجيبة بتاعتنا. والجيبة دي هنعملها هنا بقطعة على القطعة طبعا ورق، بس طبعا هعملها ايه بشكل سهل وبسيط اوي. تعالى بصوا بقى يا جماعة، عشان اعمل الجيبة بتاعتي انا محتاجة عرض القماشة بتاعتي يكون قد ايه. عرض القماشة يكون، تعالي واحدة واحدة بس، عايزة عرض القماشة يكون 150 عشان يبقى فيها كام كسرة عايزاها. بصوا انا مش هشتغل على دوران الوسط، انا هشتغل على دوران الارداف. يعني دوران الارداف معايا 137، لا يبقى انا هزود عليه بالظبط كده، نكمل ونخليه 150، وهنبدأ بعد كده ان احنا نعمل دوران الوسط بتاعنا. عرضه 150، طوله 111، او ممكن يكون طول معانا نخليه مش 111، لا ممكن نخليه ايه، خليه 120 بالطول، خلي الطول 120. تمام. يبقى احنا محتاجين 1.5 متر قماش. تمام. في الطول طبعا على حسب الطول اللي هيطلع معاكي 1.5 متر. يبقى احنا محتاجينها عشان نعمل فيها الكسرات بتاعتنا بشكل سهل وبسيط قوي، مش محتاجة ان انا ارسم فيها اي حاجة خالص، لان هي زي ما انتم شايفين واضحة قوي وبسيطة قوي مفيهاش اي حاجة. بالنسبة لبطرون الكم معايا هنعمله عشان اكون عملت كل حاجة بشكل سهل وبسيط قوي. هبدأ ان انا اولا احط نص دوران الدراع معايا هنا، نص دوران الدراع معايا بالظبط في المقاس ده 21.5، احطهم هنا كده. وبعدين انزل بطول الكم معايا اللي هو في قد ايه في المقاس ده، اللي هو طول الكم معايا المفروض 61، لا طول الكم 62 بالظبط، انا هبص عليه. وبعدين انزل من هنا كده مسافة 7 سنتي، وهنا هاجي انزل ارفع 2 سنتي من عند الحتة المغلقة يا جماعة، وبعدين اعمل كده بالشكل ده. تمام. المرة دي شرح من غير ما ننفذ اي حاجة عملي خالص. اهو ادي الكم بتاعي اهو،
وادي كمان التفصيلة بتاعتي. لحظة واحدة اوريكي بقى الشكل النهائي. بصوا يا جماعة ده الشكل النهائي للتفصيلة معايا مقاس 56. اهم حاجة بس اللايك تعليق اشتراك تفعيل الجرس. اهم حاجة اللايك والتعليق والاشتراك وتفعيل الجرس. وادي الكم معانا كمان عملناه بشكل سهل وبسيط قوي. المقاس ده مقاس طبيعي 100%، مفيش فيه اي حاجة خالص افتراضية، كله حاجة طبيعية. اهم حاجة بس اللايك والتعليق والاشتراك وتفعيل الجرس. وكل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا.